بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم بحلقه جديده من اخر النهار. وبتكلم معاكم من استوديو في قلب مانهاتن في نيويورك، وقريب جدا من مقر الجمعيه العامه للامم المتحده. احنا هنا بنغطي قناه النهار، بتغطي تغطيه واسعه جدا لزياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوره 69 للجمعيه العامه للامم المتحده. دوره مهمه، حدث كبير كان يستلزم ان كلنا نكون موجودين هنا في الولايات المتحدة الامريكية وقريبين من اجواء هذا الحدث. الحقيقة ان من ساعة ما وصلنا الاحداث بتتفاعل وبتشتعل بشكل كبير جدا. تعرفين طبعا الدورة دي، عشان الاول اقول لحضراتكم، احنا الدورة 69، الرئيس هيلقي كلمة امام هذه الدورة ان شاء الله يوم الاربع. كان في كلام انه الخميس وبعدين اتقدمت للاربع، وعندنا كمان كلمة من السيد الرئيس في قمة المناخ، ودي مقررة بكرة. وعشان كده الرئيس معاه ثلاث وزراء هنا، معاه وزير التموين، لأن في مفاجآت كتير كبيرة في ملف التموين. وبارح كان معايا وزير التموين على العشاء، وعرفت منه تفاصيل كتير على اللي هيحصل هنا بسبب وجوده. معاه وزير البيئة لأن في قمة المناخ، معاه أيضا وزير الاستثمار أشرف سلمان، علشان في إن شاء الله فرص واعدة، هتكون في لقاءات مع غرفة تجارية هنا، غير الكلمتين الأساسيتين للرئيس. الحقيقة الأجواء الحمد لله طيبة جدا، الصحافة الأمريكية مش سخنة قوي علينا. في كلام أن الرئيس هيكتب كلمة لصحيفة نيويورك تايمز، ربما تنشر غدا أو في نفس اليوم اللي هيتقال فيه الكلمة. الحقيقة مقال مهم جدا للسيد الرئيس، قد ينشر خلال وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس وصل امبارح طبعا، كان عادة كان الرؤساء بتوعنا بينزلوا في فندق اسمه وولدورف أستوريا، ده في بارك أفينيو. الرئيس قرر ينزل في فندق تاني اسمه نيويورك بالاس. كان عدد كبير جدا من المصريين اللي موجودين هنا. الحقيقة أجواء طيبة، جايين من نيوجيرسي ومن واشنطن ومن لونج آيلاند ومن طبعا نيويورك ومن حتت كتيرة حوالين منهاتن. كانوا جنب أعلام مصرية وعربيات بتلف في الشوارع شايلة علم مصر. مش عارف لو الشباب في الاستوديو عندهم الصور، لأن أنا مش شايف الشباب اللي عندكم في الاستوديو في القاهرة، بتكلم من هنا يعني، من مش شايف كل اللي بيحصل بالكواليس. لكن كان في صور حقيقة مهمة جدا للمصريين وهم شايلين الأعلام واقفين يستقبلوا الرئيس أمام مقر إقامته. الأمريكان الحقيقة عاملين إجراءات أمنية مشددة حوالين الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني على عكس كل حاجة. يعني أنا امبارح كنت واقف في قدام الفندق اللي فيه الرئيس، عادي جدا نزل سلطان بروناي مثلا، نزل ومشي عادي ودخل. لكن هم بيحيطوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراءات أمنية شديدة التعقيد، ويعني محكمة في الحقيقة، عدد هائل من الحراسة. وحتى في حركة السير ما بيترجلش الرئيس خالص، يعني بينزل مثلا لو اوتيل بينزل من جوه الاوتيل، من جوه العربيات بتدخل على الاسانسير على طول، يعني كله في اجراءات الحقيقه مشدده. امبارح الرئيس بمجرد وصوله للاسف الشديد ما شافش الناس اللي كانوا مستنيينه قدام الفندق، بس يمكن طلع على صور بعد كده وفيديوهات، يعني ناس كتير كانوا متمنيين ان هم يشوفوه من المصريين اللي موجودين هنا، كانوا رافعين شعارات ضد قطر وضد تركيا، يعني عدد هائل من الشعارات. بعد ما وصل بحوالي ساعة كده راح التقى مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مقر الجمعية العامة. اللقاء ده كان مهم جدا، لأنه كان على حسب البيان اللي طلع لنا من الرئاسة امبارح، أنه بان كي مون كان عنده تساؤلات بشأن بين قوسين كلمة المعتقلين. فالرئيس قال له إحنا ما عندناش معتقلين، وشرح له طبيعة النظام القضائي اللي حصل في مصر وبعض التطورات الأحداث اللي حصلت، وإزاي أنه في ملاحقات قضائية، وشرح له الخريطة الأمنية والسياسية اللي موجودة في مصر، بما يؤكد أنه لا يوجد اعتقالات سياسية، وأنه أغلب وأنه كل الحاجات دي تقريبا كلها لها علاقة بقضايا جنائية أو أعمال عنف بتحصل في الشوارع، وأنه كلها تحت نظر القضاء الذي أكد الرئيس أنه قضاء مستقل. بعد لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة التقى العاهل الأردني الملك عبدالله، وده في تقديري أنا يعني لسه مش معلومات، في حاجة ليها علاقة
بالقضية الفلسطينية ومسارها إلى آخره، لأنه الملف الفلسطيني حاضر جدا في هذه الزيارة. النهاردة الصبح طبعا احنا هنا في نيويورك الساعة عندنا واحدة، يعني واحدة الظهر، فانتوا عندكوا دلوقتي يعني 8 وشوية. انا طبعا بيقولوا لي ان انتوا خلاص بتشوفوا دلوقتي صور للمظاهرات اللي كانت واقفة مؤيدة للرئيس، يعني مشهد حقيقة مبهج جدا ومبهر، وكان رائع. الرئيس بقى النهاردة يعني من الصبح، يعني دلوقتي واحدة الظهر زي ما بقول لحضراتكم، قابل عدد كبير جدا من المسؤولين والسابقين. قابل مثلا هنري كيسنجر، وده طبعا حضراتكم عارفينه اشهر وزير خارجيه في الولايات المتحده الامريكيه، لعب دور مهم جدا جدا في كل تاريخ مصر والصراع العربي الاسرائيلي. قابل سكوكروفت، وده كان مستشار سابق للامن القومي. هيقابل ايضا النهارده مادلين اولبرايت وزيره الخارجيه السابقه، وطبعا ده كله في اطار استطلاع اجواء ما يدور في الولايات المتحده الامريكيه، ومعرفه كيف تفكر هذه العقول من صناع السياسه الخارجيه في مستقبل مصر. يعني لقاءات تمهيديه بتبقى كتير جدا مثمره. امبارح لحد ما الرئيس كان في الطياره ما كانش في اي كلام حوالين انه هيبقى في لقاء مع اوباما، كان الكلام كله حوالين الكلمتين بتوع الجمعيه العامه، واحده في المناخ واحده قدام الجمعيه العامه، وكان في كلام حوالين انه لقاءاته اللي على الهامش، يعني اللقاءات مع مستشار الامن القومي الى اخره. لكن عرفنا امبارح من مصادر مقربه من الرئيس انه تلقى اتصال من البيت الابيض، وانه اوباما طلب لقاء الرئيس لقاء منفردا ربما يستمر يعني لاكثر من ساعه، ومن المقرر ان يكون هذا اللقاء يوم الخميس. هنا نقطه تحول مهمه جدا ان حدث هذا اللقاء، مساله انه اوباما هو اللي طلب هذا اللقاء في حرص على ان يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي. في كلام انه هيكون في بعد هذا اللقاء يعني حاجه زي بيان مشترك ما بينهم هما الاثنين بعد اللقاء، هيتم برضه في فندق وولدورف اوستوريا اللي هيكون في مقر اقامه الرئيس اوباما، اللي هيدعو الرئيس السيسي لهذا اللقاء. ايه اللي هيحصل؟ ادينا مترقبين وموجودين هنا. الاجواء بقى في الشوارع عندنا الحقيقة حالة مصرية كبيرة جدا، يعني الواحد حاسس انه ما انتقلش من القاهرة الى نيويورك، لانه كل الزملاء هنا تقريبا. عندي هنا عدد كبير جدا من الاعلاميين، في الاستاذ ياسر رزق الاخبار، استاذ عماد حسين الشروق، في الاستاذ محمد عبد الهادي رئيس تحرير الاهرام، يعني وفد صحفي كبير. في ايضا من الاعلاميين عدد هائل، يعني من الاعلاميين، في عمرو اديب بيطلع من هنا، لميس بتطلع من هنا، الاستاذ يوسف الحسيني اللي هيكون ضيفي النهارده في الحلقه، لانه عنده قصه كبيره حصلت له في المطار وعنده تطورات مهمه هيحكيها لنا بعد شويه. ايضا طبعا كل البعثه المصريه بتاعتنا، الجاليات في جاليه في كل حته، يعني منين اي شارع بنلاقي فيه ناس مصريين متواجدين وناس جاهزه، علشان كمان احتمال خلال وجود الرئيس في الجمعيه العامه هيكون في وقفه امام الجمعيه العامه زي ما حصل كده السنه اللي فاتت في الدورة السابقة بالحضور المصري الداعم ل 30 يونيو. يعني الأجواء الحقيقة كلها إيجابية. لاحظت بقى هنا في نيويورك برضو إنه في مجموعة من رجال الأعمال عاملين حملة للعلاقات العامة لصالح مصر، يعني طول ما أنا ماشي في الطريق شايف في بعض الأوتوبيسات في منهاتن عليها صور للهرم ومكتوب عليها نيو إيجيبت، في اطار يعني مش داخلين في السياسه الناس، يعني مش عايزين يعني ما بيروجوش لشخص او للسياسه بقدر ما بيروجوا ان مصر داخله عصر جديد. شفت برضو في تايم سكوير في هنا في قلب مانهاتن في اعلان بالفيديو عن مصر، اعلانات طرق كتير، واحنا جايين من المطار بيبعد حوالي 40 دقيقه عن وسط مانهاتن، لانه المطار بيبقى في لونج ايلاند اللي هو مطار جي اف كي، واحنا جايين برضو الاعلانات كده زي اللي بتشوفها على الدائري كده وانت ماشي، اعلانات كتيره جدا لنيو ايجيبت. فالاجواء هنا اجواء مصريه، يعني تبدو لي مصر وكانها بطل هذه الدوره 69. يعني كلام ايضا في السياسه في هذه الدوره، الدوره دي اهميتها يعني حته كده على الهامش احكيها لحضراتكم بسرعه، انه الدوره 69 دي مش بس يعني طبعا الرئيس السيسي مهم طالع في هيقول كلمه مهمه، لكن الدوره دي ليها اهميه كبيره جدا
لانها دوره، ركز معايا في الحته دي ارجوك، لانه غالبا الريس هيتكلم في المنطقه دي قوي اكتر. يعني احنا الناس متوقعه ان الارهاب هيبقى بطل في الموضوع، لكن الارهاب جزء من الموضوع. الريس هيتكلم في الحته دي لان الدوره 69 في الجمعيه العامه دي هي دوره هيتقفل فيها ملف سنوات من التنميه المستدامه. يعني ايه التنميه المستدامه دي؟ مشروع التنميه الدائمه لبلدان العالم الثالث. التنميه المستدامه دي انه هيحسبوا ايه اللي حصل من 10 سنين لحد دلوقتي في تطور عمليه التنميه الاقتصاديه في بلدان العالم الثالث. مصر جزء من الموضوع، وهيخططوا في هذه الدوره الى لحد 2000 يعني المفترض في 2015 هتبتدي مرحله جديده من التنميه المستدامه. هنا الصيد الثمين اللي من المفترض انه الدبلوماسيه المصريه جايه تراهن عليه. كلام عن الارهاب، يمكن دلوقتي بعد اللي شفناه من داعش العالم، يعني كل الولايات المتحده واوروبا يعني متطورين في فهم الملف الارهاب وبداوا شويه يتفاعلوا. الحته اللي مش متفاعلين فيها انه مواجهه الارهاب مش بس بالعمل العسكري وبالدبابات وبالطيارات بقدر ما هي بالتنميه. فالرئيس فيما يبدو لي وحسب ما يتواتر من معلومات، مش عايز اقول كلام يعني لازم نحط المصطلحات في حجمها، يعني مش عايز اقول دي معلومات من الرئاسه، يعني خلينا نقول انها حول الدوائر الرئاسيه، انه الصيد الثمين في هذه الدوره 69 هو في تاكيد على ان مصر تتجه نحو التنميه وانها تريد ان تنتفع من مشروعات الامم المتحده فيما يتعلق بالتنميه. وعشان كده في وزيري التموين والاستثمار اللي موجودين المره دي، هيبقى في لقاء مع الغرفه التجاريه هنا، هيبقى في لقاء مع مجموعه من رجال اعمال كبيره، هيبقى في لقاء يخص انشاء مصانع مخازن حبوب عملاقه، يعني مصر تكون منطقه نقطه مركز في مصانع الحبوب. في كلام ايضا حوالين السولار سيستم، النظام الطاقه الشمسيه، كلام فاعل وكبير يخص انشاء محطه طاقه شمسيه. كل ده هتتم في لقاءات هنا ان شاء الله، ونتطلع ان يكون الاجواء ايجابيه. على الهامش بقى في ايه؟ على الهامش في الاخوان هنا يعني نشيطين ومعاهم فلوس وكل الكلام اللي انتوا عارفينه ده، لكن لا يبدو لي المره دي، يعني كانوا يمكن الدوره اللي فاتت كنت انا هنا برضو يمكن كان في مسيرات اكبر. دلوقتي بداوا يعملوا عمليات خبيثه زي العمليات اللي بتتم في سيناء بس بشكل مختلف، اللي هو ايه الخسه، اللي هو اذا هو بيروح يزرع لك مثلا قنبله في حته زي ما حصل في بولاق ابو العيله كده، يزرع لك حاجه في شجره. هو هنا برضو شغال بنفس الطريقه، يعني شغال مش على المواجهه، شغال على الاصطياد العكر الخبيث الخسيس الدنس زي ما حصل في المطار الجي اف كي خلال وصول مجموعه من الاعلاميين. يمكن حضراتكم شفتوا ده، يمكن على هم شيروه دون ان يدركوا انه ادانه لانفسهم، شيروا مجموعه من الفيديوهات بيعتدوا فيها بالالفاظ والسباب الحقير حقيقه على عدد من الاعلاميين، كان منهم زميلي الاعلامي الكبير يوسف الحسيني اللي هيكون ضيفي النهارده. انا هكمل معاكم بعد الفاصل اللي جاي. انا الحقيقه عملت حوار موسع مع وزير الخارجيه المصري سعاده الوزير معالي الوزير سامح شكري، حوار كبير هيتذاع ان شاء الله النهارده. وبعد الفاصل اللي جاي هيكون معايا يوسف الحسيني الحقيقه، لانه جاي قطع هذه المسافه يرصد هذه الاجواء. النهارده يوسف كان موجود في مقر اقامه الرئيس، والتقى مصادفه بهنري كيسينجر خلال يعني خروجه من لقاء الرئيس، وقعد معاه شويه يعني محترمين كده، سالوا عده اسئله. ايضا يوسف مختلط مع الاجواء اللي موجوده هنا على الصعيد الاعلامي وعلى الصعيد السياسي. هنرصد انا وهو المشاهد وهنحكي لكم بالتفاصيل ايه اللي حصل اول باول في هذه الرحله من ساعه ما جينا، وايه المرتقب الفتره اللي جايه، زائد حوار وزير الخارجيه سامح شكري اللي فيه اطلاله دبلوماسيه على كل ما يدور في هذه الدوره. لاحظوا، ارجوكم تلاحظوا قبل ما اطلع الفاصل، عايز ارتب مع حضراتكم الافكار. نمره واحد، يبدو لي ان مصر هي نجم هذه الدوره باقتدار.
لوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، وربما هي المرة الأولى التي يطلب فيها أوباما أن يلتقي الرئيس، هو يطلب ذلك. أنا عايز أقارن لكم عشان لما أقول أول مرة وأحط هايلايت كده كبير، حضراتكم ما تعتقدوش إن ده من النوع الشيفونية المصرية اللي بتقول إحنا أول حاجة واحنا دايما الامريكان اللي عايزيننا. لا انا بكلمك بجد حقيقي، لان انا كنت موجود هنا برضو الدوره اللي فاتت، وكان في كلام انه هيقابل حسن روحاني الرئيس الايراني، وقعد الاعلام الامريكي يطنطن، انتوا عارفين ايران هاجس هنا، والاعلام الامريكي يطنطن يقول هيقابله مش هيقابله، هيقابله هيصافحه مش هيصافحه، وانتهت الدوره ولا حد صافح حد ولا حد قابل حد. المره دي احنا بنتكلم عن طلب فعلي حقيقي، في ادراك مهم للدور اللي بتلعبه مصر على صعيد الشرق الاوسط، في ادراك مهم الحقيقه، وده باين في عدد من الصحف. يعني اللغه في الصحف ما بقتش لغه قاسيه، ما بقتش لغه دمها تقيل زي الاول، في دم تقيل فيه، لكن شويه اللغه بدات تتحسن، فبقى في مشاهد مختلفه في الصحافه الامريكيه الى دور مصر في غزه، دور مصر في مواجهه الارهاب، إصرار مصر على التنمية، قناة السويس عاملة تحولات في المفاهيم لأن هم مدركين قيمة الفرص اللي هتخلقها قناة السويس الجديدة في مصر. الكلام حوالين رجال الأعمال اللي متخصصين في الحبوب، لما يتكلموا الحبوب قمح وغيره، لما يجوا يتكلموا عن بناء مخازن عملاقة، إن مصر تكون مركز هذه المخازن في الشرق الأوسط، فإحنا بنتكلم عن خط جديد. يعني هذا التفاؤل الذي أشعر به أنا هنا في مانهاتن وأتلوه عليكم الآن عبر كل هذه المسافات، إحساسي أنه تفاؤل حقيقي. وهنشوف مع يوسف الحسيني بعد الفاصل الدنيا هتكون شكلها إزاي. هنطلع لفاصل ونرجع نكلم النجم يوسف الحسيني.